تستمر لليوم الثالث مجريات التمرين الجوي المشترك الربط الأساسي 2018 الذي تنفذه قوة دفاع البحرين ممثلة بسلاح الجو الملكي البحريني بمشاركة 9 دول شقيقة وصديقة. ويأتي تنفيذ التمرين ضمن الفلسفة التدريبية لقوة دفاع البحرين التي تهدف لتكثيف التمارين المشتركة مع قوات الدول الشقيقة والصديقة، حيث تعتبر المحك الرئيس لقياس مدى جاهزية واستعداد القوات وبيئة عسكرية غنية لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم. ويعد تمرين الربط الأساسي 2018 من بين أبرز التمارين التي تحرص قوة الدفاع على تنفيذها بشكل دوري منذ أكثر من 30 عام، حيث يسهم هذا النوع من التمارين في الارتقاء بمستوى المشاركين في كل ما يتعلق بتطوير العمل الدفاعي الجوي وتبادل الخبرات العسكرية من خلال تنوع الطائرات المشاركة من الأشقاء والأصدقاء، ما يسهم بتنمية القدرات القتالية الفنية في هذا المجال العسكري الحيوي. كما يركز هذا النوع من التمارين على رفع الكفاءة الضباط من طيارين وفنيين بالأسلحة الجوية وجميع وحدات الأسناد المناورة، بالإضافة إلى اكتساب المشاركين المزيد من الخبرة الميدانية والقدرة على التخطيط للعمليات الجوية التي تسهم في رفع الكفاءة وصقل الخبرات بشكل بارز من خلال التركيز على التدريب النوعي وعمليات القوات الجوية. في ظل سيدي صاحب الجلالة عاهد بلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبدعم من سيدي صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين، يأتي هذا التمرين الكبير ترجمة واقعية وملموسة للتعاون العسكري بين المشتركين بين الدول الشقيقة والصديقة والحليفة، ويهدف بشكل عام إلى تعزيز وتبادل الخبرات بين المشاركين. يحتضن سلاح الجو الملكي البحريني تمرين الربط الأساسي 2018 الممتد من 1988، أي ما يقارب 30 سنة، ويعتبر هذا التمرين من أكبر التمارين التعبوية الجوية المشتركة، ويكون مشاركة الدول الشقيقة والصديقة والحليفة في هذا التمرين. ولله الحمد تمكن المشاركين من تحقيق جميع الأهداف بكل احترافية وكفاءة عالية.